نبتدي أخبارنا الرياضية بأخبار مفرحة. منتخب مصر حقق الفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025. بالنتيجة دي المنتخب المصري عز صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط. منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس تعادل قدام منتخب روسيا بنتيجة 1-1 في المباراة الودية الثانية ليهم في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات أمم أفريقيا. والنادي الأهلي فاز على نادي حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت بينهم باستاد التتش في الجزيرة. سجل ثلاثية الأهلي محمد مجدي أفشة والمهاجم الشاب سمير محمد وحسين الشحات. نشوف بقى كمان امبارح صعد 13 لاعب مصري لمنافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطايرة في نسختها 9 واللي بتقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 9 ولغاية 13 أكتوبر الجاري. نتحول بقى للأخبار العالمية. كول بالمر نجم تشيلسي توج بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع البلوز. ومنتخب ألمانيا حقق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024. تتصدر ألمانيا المجموعة الثالثة في المستوى الأول ب7 نقاط من 3 مباريات، لكن بقى البوسنة والهرسك موجودين في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. والمنتخب الهولندي اتعادل مع منتخب المجر بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة بودابست، وده ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024. نشرتنا الرياضية خلصت، لكن فقرتنا الرياضية لسه ما خلصتش. امبارح كانت مباراة كبيرة، خلينا نعرف تفاصيلها أكتر لما نرجع دلوقتي لمحمد والجمانة. اتفضل. شكرا ليك يا